كوبري رود الفرج المعلق 540 متر طول، 66.8 متر عرض، عدد 6 حارات لكل اتجاه. قواعد الأبراج على عمق 45 متر أسفل قاع النيل. ارتفاع الأبراج 92 متر. واللي عمل كل ده هو احنا المصريين اللي بيغيروا التاريخ. في مصريين بيسابقوا الزمن، بيعلموا أجيال إن مفيش مستحيل، بيكتبوا الحكاية من جديد، بيتعبوا وبيسهروا. اللي عمل كل ده هو احنا المصريين اللي بيغيروا التاريخ. مصر بتتقدم لينا، مصر بتتقدم.